على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه الآية المباركة من سورة النور أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس عامة، وإن كانت صياغة الآية جاءت في الكلام عن المنافقين، لأنه الآيات القبليها تكلمت عن المنافقين، ولكن هذا الأمر عام لكل الناس. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذا من أصول الإسلام، طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآيات التي جاءت في شأن الطاعة كثيرة جدا، كذلك الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لأن طاعته صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال الله تبارك وتعالى في نفس السورة، سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذه الآية فيها أسلوب الحصر، يعني واجب على الناس أن يطيعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فربنا قال في هذه الآية: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا، يعني فإن أبوا الطاعة وأعرضوا عن طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما عليه ما حمل، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا حمل؟ حمل بلاغ وتبليغ هذه الرسالة، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. لذلك ما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أداه عليه الصلاة والسلام على أكمل وجه، فإنما عليه ما حمل، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك، قال الله تبارك وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الله تبارك وتعالى: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام نشهد له أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أكمل وجه عليه الصلاة والسلام،
وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعليكم ما حملتم. ماذا حملنا؟ حملنا طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دي واجبة علينا، لو ما أديناها على أكمل وجه فإننا نضل ويصيبنا من العذاب يوم القيامة ما يصيبنا إن تولينا عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تبارك وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا أو كثيرا على حسب اختلاف القراءات، وكلها صحيحة. وربنا قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا مصير من عصى الله تبارك وتعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال: فإن لم يستجيبوا لك، سورة القصص، فإن لم يستجيبوا لك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم ورفضوا طاعتك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وفي آية أخرى: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب ما توعدون به وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إن تولوا ورفضوا الدعوة وأبوا أن يطيعوا الله تبارك وتعالى ويطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، الحساب على الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآية: وإن تطيعوه تهتدوا. شوف يا أخوانا، هذه الآية فيها فائدة عظيمة جدا جدا. إذا أردت الهداية فعليك بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربنا وضع شرط، قال: وإن تطيعوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر مذكور، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تبارك وتعالى. وإن تطيعوه تهتدوا. وعكس الهداية ماذا؟ الضلال. عشان كذا ربنا قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. عشان كذا ربنا هناك قال: ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللي بيعصي الله تبارك وتعالى ويعصي النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد ضل سواء السبيل، ضل سواء السبيل. لذلك من أراد الهداية ومن أراد النجاة يوم القيامة، بل من أراد نعيم الدنيا، فعليه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وكذلك فيما نهى، لأنه الطاعة في الأمر وفي النهي. إذا أمر بشيء نلتزم هذا الشيء، وإذا نهى كذلك نلتزم هذا النهي. لذلك قال: وإن تطيعوه تهتدوا. وما ضلت الأمم قديما وحديثا إلا بمخالفتهم لرسلهم عليهم الصلاة والسلام. عشان كذا ربنا قال في خواتيم هذه السورة، سورة النور: فليحذر الذين يخالفونه عن أمره، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هنا بمعنى الكفر، الفتنة بمعنى الكفر. عشان كذا ربنا قال: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. سورة الأحزاب، الفتنة يعني الكفر، الآية بتتكلم عن المنافقين. وكما فسرها الإمام أحمد عليه رحمة الله بمعنى الكفر والشرك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الفتنة يعني الشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك ربنا قال:
قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لذلك الإنسان مما يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه موعود بالفتنة، موعود بالوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى، أو عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. من عصى الله تبارك وتعالى وعصى رسوله فإنه موعود بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أمراً هاماً مهماً، بل من أهم الأمور في الآية البعدية طوالي سورة النور، الله قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. شوفوا الآية دي يا أخوانا، فيها نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. الله قال: وعد الله، والله تبارك وتعالى إذا وعد فإنه لا يخلف الميعاد. وعد الله، وعد محقق لا بد أن يقع. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ولاحظوا الكلام ده مؤكد بلام التأكيد وبنون التوكيد، ليستخلفنهم. وهل كلام الله عز وجل يحتاج لتأكيد؟ لا، ما يحتاج لتأكيد، لأن الله عز وجل هو الحق وقوله الحق تبارك وتعالى. لكن إذا وجدت أن في كلام الله عز وجل تأكيدا فهذا لأهمية وبيان أهمية هذا الأمر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، بالشرطين ذيل، إيمان وعمل صالح، ليستخلفنهم في الأرض. الواطدة حقت المؤمنين بالمناسبة، حقت الموحدين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الواطدة حقت الموحدين، ما حقت المشركين. المشركين أجس، لا يستحقوا شيء من هذه الأرض، وحتى الطعام والشراب اللي بيشربوا والطعام اللي بياكلوا فإنه ياتوا فيهم فقيري كويس، ما مشكلة، ما مشكلة. طيب، وقلنا حتى الشراب الذي يشربونه والطعام الذي يأكلونه فإنه عليهم إثم يوم القيامة، وما يستحقوا أصلا إنهم يأكلوا ولا يستحقوا الشراب، لكن نعيم في الدنيا وأكل وشراب. هذا إن دل إنما يدل على دناءة هذه الدنيا وأنها لا تسوى عند الله عز وجل شيء، وإلا لو كانت تسوى شيء لما سقى كافرا منها شربة ماء، ما كان حيشربه أصلا. فيا أخواننا النعيم يتحقق بالتوحيد. متى ما الناس وحدت وعبدت الله تبارك وتعالى وحده فاعلموا تماما أنكم ستنعمون في الدنيا قبل الآخرة. ومتى ما وقع الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى فاعلموا أن الفساد يكون في الأرض، الفساد بيكون في الأرض والشر بيعم. عشان كذا ربنا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وربنا قال: ألم تروا إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أحلوا قومهم دار البوار. فالشر بيعم يا أخوانا. عشان كذا نحن الليلة في بلدنا دي بالذات نعاني ما نعاني من الأمور الدنيوية البسيطة، أمور دنيوية، ناس ما لاقية تأكل أكل نظيف ولا لاقية شراب نظيف. تقال السبب شنو؟ السبب في الحكومة. في ناس ما بيفهم يقول لك كل من الحكومة، كل ما من الحكومة، كل من الناس اللي بيعبدوا البرع والصيمديم والكباشي والمكاشفي، كل من الناس اللي بيطوفوا بالقباب والأضرحة، لأنه ديل هم سبب الفساد في الأرض. عشان كذا ربنا قال: لا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ديل هم السبب، لأنهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى. متى ما وقع الشرك انزل الفساد في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ربنا قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. الحصل شنو؟ فأعرضوا. تقال أعرضوا دي شنو؟ ما عبدوا الله تبارك وتعالى، ما أطاعوا الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لهم، عبدوا غير الله من الأنداد فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط شجر الأراك وأث شجر الطرفة وشيء من سدر قليل النبق ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ده سبب يا أخواننا بتاع البلاوي. عشان كده ربنا الآيات الجبال قريتها لك من سورة إبراهيم، ربنا قال ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. السبب وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. شوف تجعل الأنداد، والله الذي لا إله إلا هو ينشف الواطة دي نشاف ما تتخيلها. بلدنا دي الآن فيها كم نيل، عندنا نيل بغادي ونيل بهنا، واحد أبيض واحد أزرق غير الترع، في ترع برضو صح، ترع فيها موية وبلد فيها خير، انت لو زرعت في أي حتة ممكن الزراعة تقوم. طيب ما ماشي لها قدام لشنو؟ ليه ما ليه لسه الناس جعانة ولا لاقية تاكل؟ ليه؟ السبب شنو؟ السبب اللي قلت لك قبل، الكفر بأنعم الله تبارك وتعالى والشرك بالله تبارك وتعالى. إذا كانت الكتب ما زالت تنشر، كتب تنشر في الأسواق، كتاب فيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، يقول صاحب الكتاب محمد سعيد القادري قال زراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت الحوتي أمددت راحتي. كلام زي ده ينشر في البلد، دارين البلد يكون فيها خير؟ فيوض البحور المتلاطمة، محمد عثمان المرغني قال أنا عرشها والكرسي أنا للسما بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. كلام زي ده في البلد، دارين نمشي لقدام؟ ها؟ ود الكباشي يجيبوه في التلفزيون يقول أبونا الشيخ إبراهيم الكباشي إن قال للشيء كن يكون في قناة النيل الأزرق. معقولة نمشي لقدام؟ ها؟ كتاب سراج السالكين لود بدر، سراج السالكين ود بدر قال لله أربعة أو ثمانية أولياء كمل، منهم أربعة في السودان، ذكر منهم أحمد الطيب بن البشير بتاع مرح بتاع السمانية، قال ومن كراماته أن الله تعالى ملكه الكون 33 سنة ما نقص منها جناح بعوضة. الله يملك الكون لواحد شفت زي ده أحمد الطيب بن البشير 33 سنة. إخوانا في كفر أكبر من كده؟ ما في كفر أكبر من كده. وده اللي بينزل البلاء ذاته في البلد وبيرفع الـ 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 النعيم والأرزاق ويمنع القطر من السماء. يهودا كله الكلام يطول يا أخوانا، لكن تستفيدوا من هذه الآية إنه متى ما الناس عبدت الله عز وجل وحده ولا شريك له، ربنا وعدنا إنه يستخلفنا في الأرض ويمكن لنا ديننا، ديننا تاني بيبقى واضح تصدع به في أي مكان، في أي مكان كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى بدلنا من بعد الخوف أمن، لكن الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جزاكم الله خير. قدم الشيخ مزمل. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.